بترجيكي روحي وخبري هيدا الشيء لعلاء الدين. بس هالقرار منه عادل بحق هالبريئين حضرة السلطان، ما فينا نعمل هالشي فيهم، وكمان ما فينا نكسر قلوبهم. بتعرفي انه العيال يلي من نفس المستوى بس هن بيقدروا يتجوزوا من بعضهم، فليش انت بعدك مصرة تحكي بهيدا الموضوع؟ ما في ولا عيب على الدين حضرة السلطان، هو غني ومشهور مثل حضرتك، فشو بخليك ترفض هالطلب؟ عم حاول احكيكي بالمنطق بس شكلك كتير عنيدة ياسمين أميرة، بينما علاء الدين مجرد شاب عادي، كيف فيك تساوي وتقارني بيناتهم؟ بترجيكي تظهري من هون. أنا ما رح أتحرك من هون قبل ما توافق حضرتك. وشوفي يا إذا علاء الدين من عائلة متواضعة، هو شاب شجاع. هلأ قلت هالشي بنفسك. بدي كان يجوز بنت ياسمين، لكن الشاب شجاع بشوفه بالشارع. ياسمين ما رح تتجوز إلا من عائلة ملكية ومهمة، عائلة بتقدر تأمن لها السعادة يلي تعودت عليها من لما خلقت. أما بخصوص علاء الدين، طلبت منه إنه يحدد الثمن يلي بده إياه، بس كيف بيتجرأ وبيسترجي يطلب إيد بنتي أنا؟ أوعى حتى تفكري ترجعي على القصر مرة تانية. روحي وخبريه بهيدا الشي. صحيح هو خلص لحياتي، بس ما بسمح لحالي إني دمر حياة بنتي لحتى رد له جميله. خدوهن لبرا. لا حضرة السلطان، اسمعني حضرة السلطان، سلطان بترجيك تسمعني. كيف بيسترجي السلطان يرفض طلب زواج علاء الدين؟ بفتكر انه نسي انه كان محبوس بقلب أنينة. بهذيك المرحلة كان يحبك يا معلمي ويفضلك على الأمير كيف اللي جاي من عائلة ملكية، بس هلأ من بعد ما وصل لهدفه صرت فجأة شاب من عائلة عادية. هلأ هيدا كل يلي طلع معه لهيدا السلطان. ما كان في عدل بقرار السلطان أبدا. صح، ما كان عادل كمان بحقي أنا. قال شو كنت حمله صينية الهدايا اللي تقيلة تقيلة، بس طلب من حراسه يرموني برا. صحيح، وأنا كمان شحطني، طلع وجعلي إيدي، بس اتأكد أنا تحملت كل هالشي كرمال يعطيني السلطان ووافقته على خطوبتكم. حملت منه الذل والإهانة حتى ما ينكسر قلبك علاء الدين. بس لما بلش السلطان يحكي بالعاطل عنك ما قدرت سيطر على حالي أبداً. بتمنى تسامحيني يا خالتي لأنك اضطريتي تسمعي كل هالحكي بسببي أنا. ما كان لازم أبعتك لهونيك أبداً. رح علمه لهيدا السلطان الناكر للجميل درس ما بينسي أبداً. جينو اللي وين رايح؟ أنا رايح جيب موافقة على طلب الزواج يا معلم. لا يا جينو، ما رح خليك تعمل هيك شي. ما بدي أتجوز الأميرة ياسمين ضد إرادة بي السلطان. زواجي ما راح يدوم ويستمر من دون مباركة الأهل وموافقتهم. بس يا معلم، سمعت شو قلت لك جينو؟ ممنوع تعمل هالشي. أنا أكيد إنه قريباً رح يجي نهار ويعطيني السلطان موافقته، خاصة إذا كان حبنا حقيقي. وهلأ ما علي إلا أنطر وأتأمل يجي نهار ويوافق. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.